بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. يقول الله تعالى في سورة آل عمران: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. صدق الله العظيم. جاءت هذه الآيات الكريمات في سياق بيان ما وقع بعد غزوة أحد، يعني بعد عودة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن بات ليلته، انتدب بعد كده صبيحة أحد، يعني صبيحة اليوم اللي بعد أحد، 70 صحابيا كريما للخروج خلف الأعداء من المشركين لكي لا يعودوا إلى المدينة مرة تانية. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يخرجوا لمطاردة جيش الكفار إلى منطقة اسمها حمراء الأسد، فاستجاب المسلمون بالفعل وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وحاول أبو سفيان، وكان لم يسلم وقتها بعد، حاول تخذيل المسلمين وتخويفهم عن أن يلاحقوهم، فأرسل رسالة في ركب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الرسالة دي كانت رسالة مفادها تحذير النبي عليه الصلاة والسلام هو ومن معه من المسلمين، وقال فيها: إنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. وده طبعا زي ما قلنا لحضراتكم كان بعد غزوة أحد، فكان ده تهديد مباشر للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة الكرام. وعندما سمع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قال هو والصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم: حسبنا الله ونعم الوكيل. فأنزل الله تعالى قوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. طبعا الذين قال لهم الناس هم دول الوفد اللي كان من المشركين، الرئيس الوفد بتاعهم بلغ الرسالة دي، بلغ رسالة أبي سفيان للنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من المسلمين. إن الناس، يعني المقصود به هنا هو أبو سفيان ومن معه، قد جمعوا لكم، يعني أعدوا لكم العد عشان يقضوا عليكم أيها المسلمون ويستأصلوكم. فاخشوهم يعني خافوا منهم وارجعوا إلى دياركم. فكانت رسالة تهديد من أبي سفيان لتخويف وتخذيل المسلمين من لقائهم. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله أي كافينا الله وحده، لا نخاف غير المولى سبحانه وتعالى. ونعم الوكيل أي نعم من يتوكل عليه العبد. الوكيل هنا بمعنى النصير، الوكيل هنا بمعنى الكفيل وبمعنى المستعان. وهي العبارة دي وهذا الذكر كلمة مباركة يدفع بها الإنسان عن نفسه ما يخاف ويكره. فحسبي الله ونعم الوكيل. وهم لما قالوا هذا الذكر قالوه بألسنتهم، وقلوبهم من قبل ألسنتهم كلها متوكلة على الله، كلها يقين بأن الله سبحانه وتعالى ناصرهم معينهم مؤيدهم. رغم الهزيمة اللي تعرض لها المسلمين، إلا أنه لما بعث بهم النبي عليه الصلاة والسلام لرد أو لطرد بقية المشركين حتى لا يدخلوا إلى المدينة، رغم الهزيمة
ورغم الضعف اللي كانوا بسبب الهزيمة، إلا أنه صارت يعني حميتهم من أجل الذود عن دين الله سبحانه وتعالى والاستماع لأوامر النبي عليه الصلاة والسلام، فانطلقوا وهم يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل، فزادهم ذلك إيمانا ويقينا وتثبيتا في الدين، فانقلبوا راجعين من حمراء الأسد، الموقعة تلك المنطقة التي طاردوا فيها جيش المشركين، فانقلبوا أي راجعين وقد تحقق لهم المراد، متلبسين بنعمة من الله اللي هي العافية والسلامة، لأنه لم يصابوا بأذى من المشركين، وفضل اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليهم بزيادة الإيمان وشدة اليقين، وفضل كمان الأجر والثواب، لم يمسسهم سوء، لم تمسسهم ولم تقترب منهم يعني، ولم يجدي معهم كيد الكائدين، لا من هزيمة ولا من كيد هؤلاء الأعداء، ولا من تخويف أبي سفيان ساعتها، لأنهم توكلوا على الله تعالى حق توكله، خرجوا في طاعة عظيمة وهي كسر شوكة العدو، خرجوا أخذوا بالأسباب وتحققوا فيها، وتحققوا بقلوبهم في أنهم متوكلون على ربهم، يعني تحققت قلوبهم أن المولى سبحانه وتعالى لعباده ضامن وبتدبير أمرهم كفيل، توكلوا عليه وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فتوكلوا على المولى تمام التوكل. والتوكل ده مقام كبير، مقام من مقامات الموقنين، بل هو من يعني معالي درجات المقربين، فنالوا بهذا الحال الشريف رضا الله سبحانه وتعالى وتوفيقه العظيم. وهكذا يخبرنا القرآن الكريم عن هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الدعاء بحسبنا الله ونعم الوكيل، وهو كذلك ما تؤكده السنة المطهرة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وختاما عايزة أنبه على نقطة مهمة جدا، إن الدعاء على نوعين، في دعاء اسمه دعاء المسألة، عشان ليه احنا النهاردة خدنا حسبنا الله ونعم الوكيل، الدعاء عندنا على نوعين، دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة هو دعاء الطلب، المسألة من السؤال، أنك تطلب من الله سبحانه وتعالى، تسأله من خيري الدنيا والآخرة، بمعنى أن يطلب العبد من ربه ما ينفعه في العاجل والآجل من جلب نفع أو من كشف ضر. أنت بتسأل الله سبحانه وتعالى من خيري الدنيا والآخرة، يجلب لك الخيرات ويدفع عنك ويكشف عنك الضر والسوء. وكذلك تطلب من مولاك في دعاء المسألة ما يتحقق به النجاة للإنسان المؤمن، النجاة في الدنيا والفوز في الآخرة، ده اسمه دعاء المسألة، اللي يا رب آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا من قبيل دعاء المسألة. النوع الثاني من الدعاء هو اسمه دعاء العبادة، وهو ما كان المقصود منه التعبد لله تعالى بشتى أنواع العبادات والطاعات، من إقامة الشعائر ونحوها، كذلك سائر الأذكار. ويأتي سؤال الحاجات في هذا النوع من الدعاء يعني بطريقة تضمين، يعني مثلا دعاء اليوم حسبنا الله ونعم الوكيل هو من نوع دعاء العبادة، لأنه هو ذكر وتضرع لله رب العالمين، الصيغة في ظاهرها ذكر لكن مضمن فيها الطلب، رجاء من الله سبحانه وتعالى على ما يعني أنت تريد أن يتحقق به بهذا الذكر وبقوله، اعتقادا وقولا، الحفظ والحماية والرعاية وصرف المكروهات. يبقى احنا عندنا دعاء اسمه دعاء المسألة، اللي بيطلب فيه الإنسان مباشرة
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربي لا تذرني فردا، كل هذه الأدعية التي يطلب فيها الإنسان. ودعاء الذكر زي حسبنا الله ونعم الوكيل ظاهره أنه ذكر مضمن فيه ما يطلبه الإنسان أو العبد من مولاه، كما أخرج ابن أبي الدنيا عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتد غمه مسح بيده الشريفة على رأسه ولحيته ثم تنفس الصعداء وقال حسبي الله ونعم الوكيل. أهلا وسهلا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناتنا العزيزة أون، مرحبا بالجميع. سريعا إن شاء الله ناخد أسئلة حضراتكم. أستاذة إسراء. ألو. أهلا وسهلا. أنا اسمي يسرى. أهلا يا أستاذة يسرى، معذرة ما تزعليش. زي حضرتك. الحمد لله. أنا سعيدة أن أنا بكلم حضرتك. الله يحفظك. حضرتك لبسك شيك جدا ما شاء الله. الله يكرمك، أشكرك. الله يخليك. حضرتك أنا عندي سؤالين. تفضلي. عن زكاة الفطر، زكاة الفطر ينفع أدفعها يعني مثلا لو حد مثلا إداني عادية ينفع أدفعها من الفلوس دي ولا لازم تكون من فلوسي أنا الشخصية اللي بشتغل بيها أو اللي أنا تعبانة فيها؟ ودفعها لك قبل العيد بقى، يعني اداكي العيديه مبكرا يعني. ايوه بالظبط كده، يعني ممكن يكون جالي او جالي مثلا من حد فلوس، مش شرط يعني كده يعني عاديه. اه يعني جالي من حد مثلا فلوس. فهمت. فهمت. فينفع اطلعها كده او حاضر. لو لازم من حاضر. بالنسبه لي سؤالك الثاني. الثاني هو انا مثلا لو يعني جات لي البريوت يعني مثلا لغايه الظهر او للعصر، محتسب لي الوقت اللي انا صمته اللي فات ده كله؟ حاضر. وينفع ما افطرش لغايه المغرب؟ حاضر. يعني يعني ما اكلش حاجه خالص، ممكن مثلا اشرب ميه مثلا او اكل بلحه وبعد كده ابقى افطر عادي او وقت الاذان. حاضر، شكرا. استاذه نغم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته، اهلا وسهلا. ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله يا ست نغم. انا اسفه على الازعاج، انا عندي ثلاث اسئله ان شاء الله. اتفضلي تسعدينا. ربنا بيتنزل في الثلث الأخير من الليل ولا الملائكة؟ حاضر. السؤال الثاني، لما بطلب حاجة من ربنا بقول له حياة حبيبك النبي، فده حلال ولا حرام؟ ثانية واحدة، السؤال الثاني إيه؟ لما بطلب حاجة من ربنا بقول له حياة حبيبك النبي، فده حلال ولا حرام؟ حاضر. السؤال الثالث، في ايوه اتفضلي. السؤال الثالث، في بعض سور من القران الكريم مكتوبه في مكان والمصحف مكتوبه في مكان ثاني، مثلا سوره العلق اول ما نزل من القران مكتوبه في المصحف بعد سوره التين. فايه الحكمه من كده؟ بس انا ما فهمتش الجزء الاولاني. يعني انت حضرتك بتقولي ليه هي متاخره طالما هي اول ما نزل يعني؟ وفي سوره البلد مثلا نزلت بعد قاف. انا فهمت حضرتك. بعد الفجر. حاضر. فايه الحكمة من كده؟ حاضر. أستاذة آلاء. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا. لو سمحت يا دكتورة، أنا كنت عايزة أحكي لك يعني حكايتي، إن أنا مخطوبة بقالي 6 شهور. هو شخص كويس جدا تعليميا وأخلاقيا ودينيا وكده، وكل أهلي شايفينه مناسب ليا. ومهر الجواز إن شاء الله هيكون آخر السنة. بس انا طول ال5 شهور حاسه ان انا مش يعني ما فيش اي مشاعر في قلبي له من ناحيتي خالص، وهو بيحبني جدا الصراحه. بس حاسه ان ما فيش اي مشاعر، وحاسه ان طول الوقت مثلا مش مرتاحه او مش مبسوطه قوي. يعني كنتي مديه نفسك. اتفضلي. حاولت ان انا ادي يعني ادي نفسي فرصه كذا مره، بس في نفس الوقت برجع اللي هو برد. لكن انت مش متعلقه، قلبك مش متعلق بحد؟ لا لا خالص، ولا حد دخل حياتي قبل كده، ولا انا في دماغي اي حد. فانا في نفس الوقت خايفه اسيبه مش هلاقي زي تاني، في نفس الوقت اللي هو خايفه ابقى معايا، فانا كده بضيع في الوقت بعلاقه بيه اكتر، فبظلمه معايا.
مش عارف اخد القرار انت الصراحة. عملتي استخاره شرطي برضو الناس ايوه شرطي. طب هما لما اللي شرطيهم قالوا لك ايه؟ هما شايفينه مناسب جدا ان هو في الزمن ده يعني مش هلاقي كتير شبهه كده بس انا غصب عني ما فيش. انت بتتكلمي على القبول يعني القبول مش موجود؟ مش حكايه قبول هو مثلا في قبول شويه صغيرين نسبه بسيطه بس انا ما فيش اي مشاعر في قلبي من ناحيته اللي هو كانها تقضيه اوامر مثلا فانا كده مش عارفه اعمل ايه الصراحه وخايفه اسيبه في نفس الوقت مش هلاقي زيه وخايفه اكمل معاه ابقى حاسه ان انا مضغوطه اكتر ويعني طيب. اعلقه اكتر ومش عارفه اخد القرار الصراحه. حاضر يا لا شكرا. معانا الست ام مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. دكتورة كل سنة طيبة وحضرتك طيبة ست أم مصطفى. أنا فاتني صلاة الفجر يعني النهاردة أنا بس هصلي الفجر وحاضر على طول بس النهاردة فاتني وصليت قبل ما أصلي الضحى يعني صليت صلاة الفجر بس قلت قدم اللي علي يعني أصلي قضا ولا حاضر؟ قصدك حاضر إزاي ما هو فاتك الوقت؟ أنا مصلية والشمس طالعة كانت الساعة 10 كده. بقى بعد صليت القضاء وصليت الضحى بعد منه عليك يعني كده ماشي مظبوط يعني حضرتك قمتي بقضاء الفجر الساعة 10 تمام. طب اتفضلي السؤال الثاني. السؤال الثاني بقى جوزي متجوز اثنين واحدة ثانية يعني ففي الآخر هيقابلني ولا يقابلها؟ ده زوج حضرتك؟ حاضر هو متجوز واحدة ثانية وحضرتك لسه على يعني انا على ذمته. ماشي يا ست الكل. وانت عايزه تقابلي مين بقى يا ست ام مصطفى؟ انا مش عايزه اقابل حد. انا يعني انت عايزه تقابليه يعني انت مش زعلانه منه عايزه تقابليه في لا الأخر. زعلان من جد زعلانه مقهوره كمان يعني. ربنا يشرح صدرك عشان هي واخده النصيب الاكبر في الدنيا فبشوف هيبقى لنا نصيب في الاخره ولا ايه. حاضر نسال الله التوفيق والفتح. هنسيب حضراتكم مع الكتاب وبعد الكتاب ان شاء الله نبدا في الرد على اسئله حضراتكم بتيسير الله تعالى. كتاب قلوب عامرة الفكرة الأساسية بتاعته إزاي نعلم الناس كيف يتلأ القرآن الكريم بطريقة يسيرة مبسطة على الجميع. احنا بنعتمد في الأساس فعلا على طريقة التلقين وده بيجي من خلال انه بيقرأ فبيبقى فيه بعض الأخطاء فبنصحح الأخطاء ونذكر بالقاعدة. طفل معاك انت طالما بتحببه في الامر بيستجيب بسرعه جميله لان القران ميسر للذاكره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين يا رب العالمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام الأعزاء في كتاب قلوب عامرة. ما زلنا في تصحيح سورة المرسلات. اليوم هنصحح مع حضراتكم من الآية 41 للآية 44 فيلا بينا نبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون. إن المتقين في ظلال وعيون. وفواكه مما يشتهون. وفواكه مما يشتهون. وفواكه مما ما يشتهون. وفواكه مما يشتهون. كلوا
فاشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. كلوا واشربوا هنيئا. الأربع أربع أربع مدود عندي، أربع حركات. كلوا تاني. كلوا واشربوا هنيئا. يا أساتذة يا أساتذة، ده مد عندي هنا، همد أربع حركات. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. اللهم اجعلنا منهم، دول مين المتقين دول؟ اللهم اجعلنا منهم. إذا الواحد مر بآيات بتبشر بالجنة بتتكلم عن المتقين يسأل الله من فضله، إذا مر بآيات فيها عذاب وتعذيب ليه المشركين والمعاندين يستعذ بالله. تمام. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنا كذلك نجزي المحسنين. زي ما الآيات السابقة تكلمت عن أحوال المعاندين والجاحدين وأهل الشرك وأهل الكفر، أحوالهم الصعبة جدا في جهنم، جاءت الآيات بقى اللي تبشر أهل التقوى. ما هو الجزاء يوم الفصل اللي هو يوم الإيه؟ القيامة. يوم القيامة، يوم الفصل يوم القيامة، لأن الله يفصل فيه بين الخلائق، دول أهل طاعة فيبقوا أهل جنة، دول أهل معاصي فهيكونوا أهل كفران وجحود أهل نار. ونسأل الله أن نكون من أهل الجنة، اللهم أمين أجمعين كلنا. فده يوم فصل، حاسين المعنى؟ طب يلا آدم بقى عشان انت بدأت تدخل في النوم فأنا الحقك. صح صح معي. لقيتك بقى كده، يلا. إن المتقين إن المتقين في ظلال وعيون. ده ما بقول لك انت دخلت في النوم. الظاء هنا ضاء ضاء، ظلال هي ضاء ولا زاي؟ ضاء. دي ضاء. ظلال دي حاجة تانية، كلمة تانية. ظلال ده عربي جديد. ظلال. ظلال وعيون. 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 وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا. اتنين وربع. انا لسه كنت ايه بقى ايه هتكمل السنه الجايه لازم في ساعتها. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. ما عجبنيش هنا هنيئا، بصلي هنيئا بما هنيئا. هنا ده التنوين، هنا ده من أحكام النون السكنة والتنوين. كلوا. إذا جه وراها اسمعني اسمعني يا شيخ آدم يا جميل، إحنا عندي المفروض هنا في إيه؟ تنوين هنيئا، بس أنا جاي وراها به. من أحكام النون السكنة والتنوين إذا جه وراها به بيحصل إيه؟ بنقلبها ميم. أما تبقى ميم وراها به هيبقى حكمها إن أنا أراها هنيئا، مش ام. يلا. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. في اخفاء عندك. كنتم تعملون. ان باخد نفس. خد يا حبيبي معلش. إنا كذلك نجزي المحسنين. عايزك بس لما ترجع في البيت تتدرب على القلقلة كويس قوي، وانت بيعجبني فيك ان عندك بتحاول، وده شيء جميل يخلي الانسان يوصل ولو حتى بعد فترة يوصل للحاجة اللي عايز. شروق. إن المتقين في. يا شروق. تاء دي ولا طاء؟ اللي في المصحف قدامكم تاء ولا طاء؟ تاء. هم اسمهم المتقين ولا اسمهم المتقين؟ المتقين. الشروق
متقين ولا متقين؟ متقين. أيوة. إن المتقين في ظلال وعيون. 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 أيوة. وفواكه لا 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 وفواكه مما يشتهون. وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا. واشربوا واشربوا. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إن كذلك. إن كذلك. في عندك مد طبيعي. إن كذلك نجزي المحسنين. أحسنت. يلا يا حنين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. أحسنت. يلا يا عبد الله عشان إحنا الوقت. وفواكه. وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا يا مولانا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين يا رب العالمين. اهلا وسهلا بحضرتكم. الاستاذه يسرى كانت بتسال لو هي جايلها عيديات ينفع تطلع منها زكاه الفطر. طبعا عند اي مال داخل للانسان بيدخل في الحسابات بتاع خلاص بقى ملك لك، يجوز تخرجي منه ما تشائين، وبيكون الامر عند غروب شمس اخر يوم من شهر رمضان المبارك. لو تحصل عند الانسان او جاله او هو عنده مال يكفي قوت يوم وقوت يومه ويزيد على ذلك بيخرج زكاة الفطر يا صاحبة السؤال. فطالما عندي أنا جات لي بقى الفلوس من عمل، جات لي من عيدية، جات لي من أي شيء، عندي قوت اليوم وزيادة، يبقى أنا أطلع زكاة الفطر يا يسرى. بالنسبة لسؤالك الثاني أنه في يوم يعني نزل الحيض وفي نصف اليوم يعني الساعة 3 أو 4 وبعدين بتقولي هل بيحتسب لي الصيام؟ طبعا أول ما يأتي الحيض يجب الإفطار بمجرد حصول العذر عند حضرتك، والثواب على الإمساك حاصل إن شاء الله تعالى، والأولى أن احنا نكسر صيامنا ساعة ما يأتي العذر، ولا مانع بعد كده من أنك تنتظري الأسرة للإفطار معهم وربنا يتقبل من الجميع. الأستاذة نغم بتقول هل تنزل الملائكة في الثلث الأخير من الليل أم نزول المولى سبحانه وتعالى؟ يا أستاذة نغم، رحمة الله تعالى هي التي تتنزل في الثلث الأخير من الليل، وبتأتي الملائكة الكرام لكتابة طلبات السائلين واستغفارهم للمولى سبحانه وتعالى. إذا كان طلب الإنسان بيطلبه، إذا كان استغفار، إذا كان توبة، وهكذا. سؤال الأستاذة نغم الثاني، لما حد يجي يحلف يقول
وحياة حبيبك النبي ما تعملش كده، هل ده حرام؟ أراه من جملة المستحبات لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما دفن ستنا فاطمة بنت أسد أم سيدنا علي بن أبي طالب، فالنبي ساعتها بيقول اللهم، صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم بحقي وحق الأنبياء، اللهم بحقي وبحق النبيين من قبلي اغفر لأمي فاطمة، فكان بيسأل بحقه صلى الله عليه وسلم، اللهم أمدنا بمدده العظيم، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم أمين. الأستاذة نغم سؤالها الثالث بتتكلم إن سورة العلق اقرأ، يعني هي جاية في الجزء الأخير في القرآن الكريم رغم إن هي أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. نزول القرآن الكريم على النبي عليه الصلاة والسلام كان بحسب الوقائع والحوادث، لكن حقيقة القرآن أن له ترتيب في اللوح المحفوظ، ورتبوا رسول الله عليه الصلاة والسلام مع الصحابة الكرام وفق هذا الترتيب. يا صاحبة السؤال، الأستاذة ألاء بتقول مخطوبة من 6 شهور، الإنسان كويس جدا، بتقول هي مش حاسة بقبول شديد، قبول مبدئي، وهي خايفة تكمل وبعدين يعني الأمر ما يكونش على عقبة طيبة. الاستخارة كاشفة، وتضرعي لله سبحانه وتعالى واسأليه الخير، اسأليه يرشدك إلى طريق الصواب. وأنصح حضرتك بقراءة سورة الشرح 40 مرة لشرح الصدر وقضاء الأمر، وتسألي الله الهداية والتوفيق. لكن الإنسان أنت اديتي فرصة، في حاجة، في أمور ما بتحصلش فيها اكتمال المشاعر إلا بعد الزواج، فأخذي الموضوعات بالراحة مع الاستخارة الشديدة والتضرع، ونحن في شهر السؤال والتضرع والطلب من الله سبحانه وتعالى إنه يلهمك الصواب. يا صاحبة السؤال الأستاذة ألاء، الست أم مصطفى ما لحقتش النهاردة صلاة الفجر وغلبها النوم، فصلت الفجر 10 الصبح، فهي بتقول هل ده قضاء أم أداء؟ لا طبعا، ده اللي حضرتك صليتي ده قضاء وليس بأداء، وانت معذورة بالنوم لأنه غلبك النوم يا ست أم مصطفى. بالنسبة لسؤالك الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا نام أحدكم عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. إذا نام أحدكم عن صلاة يبقى أنت معذورة بالنوم الذي غلبك يا ست أم مصطفى. سؤالك الثاني، أن زوجك متزوج بامرأة أخرى وبتقولي هو هيقابل مين مننا يوم القيامة؟ يعني هيكون معكما إن بقي معكما في الدنيا، وكذلك هيكون الأمر في الآخرة. لكن الأحوال في الدار الآخرة مختلفة، لأن الحياة في الدار الآخرة مختلفة، وربنا سبحانه وتعالى يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل أخوانا على سرر متقابلين. الشحناء والبغضاء وإحساس الضرة بأختها كل الحاجات دي بتتلاشى تماما يوم القيامة، والأمر كمان أوسع وأكبر في رغبات أهل الجنة أيا بقى كانت رغباتهم دي إيه. الأمر أوسع وأشمل، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فاللي انت عايزاه كمان هو ما سيكون وما سيتحقق. لكن احنا احوالنا هناك مش زي احوالنا في الدنيا اللي هي دار الامتحان، واللي هي فيها الانسان مركب بامور، بعقل، ومركب بشهوه، ومركب فيها برغبات وتطلعات وغيره وحسد وقلق وغضب. لا، الاخره غير. اللهم اجعلنا من اهل الجنه. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الخالق من المخلوقين،
حسبنا الرزاق من المرزوقين، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله لديننا، حسبنا الله لأعراضنا، حسبنا الله لأموالنا، حسبنا الله لأهلينا وأحبابنا، حسبنا الله لبناتنا وأبنائنا، حسبي الله لأشياخنا وإخواننا، حسبنا الله ونعم الوكيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.